الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الشعبي العزيز. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعلا شعبي العزيز، جاء الحق وتبين الحق وعصعص الحق، وفي إمكاني أن أزيدك وأزيدك من المترادفات في شأن الحق والعلو كلمته وسمو درجته نظرا لمحبة العرب في الحق وتعلقهم بالحق وتشبتهم بالحق. جاءنا النبأ هذا الصباح الذي كنا ننتظره، لم نكن ننتظره تفاؤلا فقط، بل كنا ننتظره إيمانا ويقينا منا بأن الحق معنا، لأن الحق سبحانه وتعالى معنا وراءنا وأمامنا وفي جانبنا. جاء الحق يجيب شعبي العزيز على الأسئلة التي طرحناها على محكمة العدل. قلنا لمحكمة العدل: أولا، هل الصحراء قبل احتلالها من لدن الإسبان كانت أرضا بدون سيد ودون مالك أم لا؟ ثانيا، فيما إذا لم تكن تلك الأرض الموات، ما هي العلاقات التي كانت تربطها مع المغرب؟ ثالثا، وإذا أجبت على هذه الأسئلة فبالطبع اعترفتي أنت محكمة العدل بأن لك الصلاحية لتبتي في المشكل بكيفية نهائية. وأصبح جاءت شعبي العزيز الأجوبة على الأسئلة بثلاثة. أولا، اعترفت المحكمة بأنه لها الصلاحية باش تنظر في الملف وتحكم في الملف. ثانيا، وهذا مسألة جانبية ما نعتبرهاش النقطة الثانية بل نعتبرها نقطة ثانوية، من بعد قالت هناك مشكل قانوني بين المغرب وبين إسبانيا، فسمحت لنا باش يكون عندنا قاضي خاص يمثلنا في شخص السيد بوني القاضي العدل، الرجل الممتاز ابن ساحل العاج، الذي بهذه المناسبة يسرنا أن نوجه له عبارات تقديرنا وعبارات اعترافنا بالجميل، وبالطبع في شخصه أن نعبر له ولشعبه ولرئيسه شقيقنا وأخينا رئيس وفد بوني عما نكنه له من تقدير وإعجاب.